خلونا أحبائي من سفر التكوين أصحاح 32. سفر التكوين أصحاح 32 هنقرأ جزئين من الأصحاح ده، الجزء الأول من عدد 1 إلى عدد 8، وبعدين هنقرأ الأعداد من 22 حتى نهاية الأصحاح. سفر التكوين أصحاح 32 من عدد 1 إلى عدد 8. بيقول كاتب السفر بالوحي المقدس: وأما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم: هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محنايم. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم، وأمرهم قائلا: هكذا تقولون لسيدي عيسو: هكذا قال عبدك يعقوب: تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك إلى عيسو، وهو أيضا قادم للقائك، وأربعمائة رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال: إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. بعدين من عدد 22، نستكمل القصة. بيقول: ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. آمين. كتب الكبير توفيق الحكيم كتب في مرة من المرات قصة قصيرة اسمها أريني الله. أريني الله عن أب وابنه قريبين جدا من بعض وبيتكلموا كتير مع بعض. وفي يوم من الأيام الابن سأل بابا أو طلب من بابا، قال له: يا بابا وريني ربنا. فالأب ابتدى يفكر إزاي يخلي ابنه يشوف ربنا أو إزاي يوري ربنا لابنه. فابتدى يروح في الشوارع ويروح في التجمعات ويسأل مجموعات مختلفة من الناس، ومعرفش إن هو أو محدش دله إزاي يقدر يوري ربنا لابنه. في الآخر خالص وصل إن هو اتقابل مع راهب، مع ناسك، فقال له: أين أو كيف يمكنني أن أرى الله؟ فالناسك ده قال له: ما تقدرش تشوف ربنا إلا لو نظرت محبته. قال له: طب خليني أشوف محبة ربنا. قال له: ما تقدرش إنك تشوف محبة ربنا بصورة كاملة، لأن محدش يقدر يتحمل إن هو يشوف محبة ربنا بصورة كاملة. قال له: طب خليني أشوف جزء صغير من محبة ربنا. فالناسك دلوا
على الطريق وقال له روح المكان الفلاني أو على الجبل الفلاني وابتدي تأمل وقول له يا رب أنا عايز أشوف لمحة من محبتك. فعلا راح الراجل وغاب جدا جدا لدرجة أن الابن ده قلق جدا على أبوه، فراح قعد يدور بابا راح فين راح فين لحد ما عرف أنه هو راح وقابل هذا الناسك. فقال له فين بابا؟ فقال له ده راح على الجبل الفلاني علشان عايز يلمس محبة ربنا. فراح الابن مع الناسك وقعدوا يدوروا على الأب لحد ما لقيوه على قمة أحد الجبال مسهم خالص 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 مش دريان بقى حاجة خالص حواليه. والابن قال له إزاي بابا وصل إلى هذه الحالة؟ فالناسك قال له هذه العبارة اللي أنا بقول القصة دي كلها علشان أنا مش موافق عليها. قال له إيه؟ قال له إن نصف ذرة من نور الله تكفي لتحطيم تركيبنا الآدمي وإتلاف جهازنا العقلي. ده اللي بيكتبه توفيق الحكيم، ده توفيق، ده نظر توفيق الحكيم لفكرة اللقاء مع الله. بيقول له إن نصف ذرة من نور الله تكفي لتحطيم تركيبنا الآدمي وإتلاف جهازنا العقلي. ده رأي توفيق الحكيم، لكن الحقيقة رأي كاتب سفر التكوين مختلف تماما. احنا النهاردة قدام واحد من اللقاءات الخالدة بين الله والإنسان. المرة اللي فاتت شفنا ازاي التقى يعقوب مع الله الذي ظهر له في سلم منصوبة بين الأرض والسماء، وهو في بداية رحلته من بيت بابا إلى بيت لابان. وتشجع يعقوب بهذا اللقاء وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، وتحول اسم المكان إلى بيت إيل. النهاردة لقاء تاني، التقى يعقوب مع الله في نهاية رحلته قبل ما يستقر في الأرض الجديدة. التقى يعقوب مع الله لقاء خاص جدا، وتحول اسم المكان من فنوئيل إلى فنيئيل، إلى فنيئيل. وهنعرف معنى اسم فنيئيل يعني إيه، لكن النهاردة عايز أكلم حضراتكم في هذه الرحلة، رحلة فنيئيل تحت عنوان وجه الله والشمس المشرقة. وهتكلم مينلي في العدد 31 من تكوين 32، الآية الجميلة جدا اللي بيقول فيها الوحي وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. وأشرقت له الشمس وهو إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. ولو أي حد مننا يقدر يقسم الآية دي بصورة لطيفة جدا وسهلة جدا، هم ثلاث أفكار. الفكرة الأولى هي فكرة الشمس المشرقة، أشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل أو فنيئيل، وأضع لها عنوان الوجه الإلهي أو وجه الله، لأن فنيئيل كلمة عبرية معناها وجه، فني أو بني إيل وجه الله، وجه الله الوجه الإلهي. وأخيرا يعقوب الأعرج، الشمس المشرقة، الوجه الإلهي، يعقوب الأعرج. دي قصتنا كلنا، قصتنا كلنا. الشمس المشرقة في بداية النص، وعشان كده أنا قصدت أن أنا أقرأ أول 8 أعداد، بيتكلم عن حالة يعقوب المزرية في بداية هذه القصة. يعقوب كان في حالة مزرية، في حالة صعبة جدا، في حالة متأزمة جدا، ربما في أسوأ فترات حياته كان يعقوب بيمر بها في هذه الفترة. كان خايف جدا من انتقام عيسو، كان مقبل على عيسو، وبعدين تأزم الأمر لما عرف أن عيسو جاي له ومعاه كم واحد؟ كم واحد؟ 400. إبراهيم لما حب أنه هو يخلص لوط أخذ معاه كم واحد؟ كم راجل؟ 318. فعيسو 318 على 5 ملوك. فعيسو كان جاي على يعقوب بكم واحد؟ 400 رجل. تخيلوا، تخيلوا أزمة يعقوب اللي وجدها فيها نفسه في هذه اللحظات. مش بس كان خايف على
من عيسو، كان قلقان جدا على أسرته لدرجة أن هو قسم أسرته على جيشين، على تو كامبس، يعني حيث أنه لو جاي عيسو على مجموعة وقتلهم يلاقي أن في مجموعة بقياله، كان خايف جدا على أسرته، كان ندمان. يعني مش مكتوب، لكن أكيد يعقوب كان بيقول أنا إيه اللي عملته في نفسي ده علشان البكورية وعشان البركة، أتبهدل البهدلة الصعبة ديت وأوصل إلى هذه النقطة السوداء في حياتي اللي أنا خايف بيها من أخويا أنه يجي بربعمائة راجل يقتلني أنا وأسرتي كلها. كان ندمان. أكيد يعقوب كان بيقول أنا إيه اللي عملته ده، أنا إيه القرارات الغلط المتتالية اللي أنا أخدتها في حياتي دي، أنا إيه طريقة الخداع والتعقب اللي أنا كنت عايش فيهم دول، ده اللي وصلني إلى هذه النقطة السوداء إن أنا أكون بالليل في مخاضة اسمها مخاضة يبوق مع أسرتي، مع أولادي، مع زوجاتي، وأخويا بيطاردني بربعمائة واحد. أكيد يعقوب كمان كان طالع من أزمة خداع لابان خاله ليه، ما كانش في أفضل حالاته النفسية، إنه الشخص اللي راح علشان يستند عليه يستند إليه كان حاسس إنه هو هيحميه، هذا الشخص خدعه في أكتر من مرة ورأى أيام فعلا سودة. أكيد يعقوب كان كمان واحد من الحاجات اللي كانت مؤرقة جدا إنه ما حدش حاسس بيه، هو شايل الحمل لوحده، شايل الحمل لوحده، زوجاته أو بناته أو عبيده، محدش عارف هو حاسس بإيه، محدش عارف هو يعني منتظر يقابل مين ويقابله ليه ويقابله إزاي. فكانت ليلة زي ما بيقولوا ليلة ليلاء في حياة يعقوب، كل حاجة حواليه سودة. والحقيقة كمان الأزم الأمر أن يعقوب تقابل مع ملائكة الله في عدد واحد واثنين، وسمى المكان محنايم، يعني جيش الله، سمى المكان أن هذا المكان يعني يحمل قوة الله. لكن الحقيقة في عدد سبعة لما نشوف بعد شوية نقرأ هذه الكلمات أنه كان خائفا وضاق به الأمر جدا. يعقوب كان محتاج إلى لقاء من نوع آخر، ما كانش عايز ملائكة الله في الوقت ده، كان عايز لقاء، كان يحتاج إلى لقاء شخصي مع الله ذاته. زي ما إحنا في أحيان كتير لما نبقى موجودين في أزمة، موجودين في مشكلة، ربما نجد بعض العون من الناس اللي حوالينا، ربما نجد بعض العون من يد الطبيب أو من الأدوية، ربما نجد بعض العون من القسيس أو من الرعاة أو من القادة اللي بيسألوا علينا، ربما نجد بعض العون من التفاف أسرتنا حوالينا. كل دول حلوين، كل دول محنايم، كل دول ملائكة الله. لكن الحقيقة الخطوة اللي كان محتاجها يعقوب واللقاء اللي كان محتاجه يعقوب في ذلك الوقت هو لقاء خاص مع يهوه نفسه، مع إله بيت إيل نفسه اللي التقى به في بداية الرحلة. كان محتاج يلتقي بي لقاء شخصي في هذه الليلة. وبالفعل في وسط هذه الحالة أحبائي التقى يعقوب بشخص، وهذا الشخص واضح جدا أنه هو الرب يسوع، واحد من تجليات الرب يسوع قبل التجسد في ملء الزمان كانت في هذه الليلة. ونقرأ في سفر هوشع لما يتكلم هوشع عن خبرة يعقوب هذه يقول إنه التقى مين؟ التقى الله، بيتكلم عن يسوع المسيح. ده كان لقاء شخصي مع يهوه، لقاء شخصي مع الله، التقى يعقوب مع الله. ويقول الوحي إنه نتيجة لهذا اللقاء، يلخص كده هو الكونكلوجن بتاع هذا اللقاء، يقول وأشرقت له الشمس. ولما بيقول أشرقت له الشمس غالبا هو قعد طول الليل يصارع مع هذا الشخص. فلما بيتكلم عن أن الشمس أشرقت، أكيد كاتب الوحي كان بيقصد شمس الطبيعة، أنه الفجر لاح، يعني تبشير الفجر لاحت وهو بيصارع هذا الشخص. أشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل. لكن الحقيقة غالبا كمان أنه كاتب الوحي ما كانش بيتكلم عن شمس خارجية،
شمس خارجة عن يعقوب، لكن بيتكلم عن حالة يعقوب النفسية، أنه أشرقت له الشمس الإلهية في داخله. الشمس الطبيعية دي كانت بتعبر عن حالة داخلية. فاكرين في إنجيل يوحنا لما بيتكلم عن يهوذا أنه أخذ اللقمة ودخله الشيطان وترك العلية وكان الوقت إيه؟ ليلا. ليه بيقول كان الوقت ليلا؟ عشان بيقول إنه حالة الليل الطبيعية دي كانت بتعبر عن ليل داخلي في نفس يهوذا الإسخريوطي اللي كان رايح علشان يسلم المسيح. بالعكس، في وقت يعقوب أشرقت له الشمس، شمس الطبيعة، وهذه الشمس كانت بتعبر عن حالة داخلية حصلت في حياة يعقوب عندما التقى بهذا الشخص الإلهي. فتغيرت حالته الداخلية من الخوف. أشكرك راندا على أنه إحنا النهاردة تكلمنا عن الخوف، رنمنا عن الخوف، رنمنا أتي إليك يا فادي حياتي يا من تزيل كل خوفي. أشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل. الحقيقة لما نتأمل أحبائي النص ده، النص اللي احنا قريناه من عدد 22 إلى عدد 32 بيتكلم عن حالتنا عندما ندخل في الصراع. بيتكلم في عدد 22 عن الليل، وكان ليلا. لما يعقوب ابتدى هذا الصراع كان الحقيقة حياته مش بس الطبيعة كان فيها ليل، لكن حياته نفسها كانت ملآنة بالليل، مليانة بالأزمة، مليانة بالظلمة. في عدد 24 مش بس بيتكلم عن الليل، لكن في عدد 24 اقروا معايا كده، هو عدد 24 وهو بيقول: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. المرحلة الأولى مرحلة الليل، ناس كتير أو كل الناس بيعدوا فيها، الأزمات والصراعات والمشكلات والأمراض والموت وكل الحاجات اللي احنا بنقابلها كبشر. لكن هذه المرحلة، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الصراع، لا يعبر بها إلا كل إنسان له علاقة حقيقية مع الله. مرحلة الصراع دي هي مرحلة يعقوب المؤمن اللي دخل في صراع حقيقي مع الله. صراع أخذ وقت طويل، قعد طول الليل يصارع، أخذ وقت طويل من يعقوب. وصراع كان يستلزم جدا أن يكون يعقوب وحده. إحنا مش بنحب هذه الحالة، مش بنحب حالة الصراع، لأن مرحلة الصراع دي تحتاج منا أن نكون وحدنا. بقي يعقوب وحده. في قديس اسمه القديس يوحنا الصليبي كتب كتير قوي عن حالة معينة اسمها حالة النفس المظلمة. تكلم عن الصراع مع الله وإزاينه في أحيان كتير ونحن نبتغي الشمس المشرقة علينا أن نعبر هذه الحالة، حالة البقاء وحدنا، حالة البقاء وحدنا لكي نصارع إنسانا حتى طلوع الفجر. تاخد مننا وقت، تاخد مننا من الليل حتى طلوع الفجر. ممكن تاخد مننا يوم، ممكن تاخد مننا سنة، ممكن تاخد مننا سنين. هذه الحالة، حالة الصراع الحقيقي مع الله حتى يطلع لنا الفجر. ففي مرحلة الليل الأزمة المشكلة، في مرحلة الصراع مرحلة الوحدة، مرحلة المعاناة الإيمانية في الصراع مع الله، وأخيرا مرحلة الشمس المشرقة. والمرحلة دي مش بتيجي إلا لما يجي قبلها المرحلتين الأولانيين، وخاصة المرحلة الثانية. الشمس المشرقة تشرق دائما على كل من يصارع صراعا حقيقيا مع الله. أحبائي، عايز أقول لكم أنه مفيش إسحاق بدون انتظار إبراهيم. مفيش إسحاق في حياتنا بدون انتظار إبراهيم. مفيش صموئيل في حياتنا من غير دموع ومعاناة حنة. مفيش خروج من مصر من غير معاناة موسى في مديان لمدة 40 سنة، وبعدين معاناة موسى مع فرعون وضربات
الله العشر على مصر، ما ينفعش الخروج من غير هذه المعاناة. ما فيش إيمان للأمم وانفتاح باب الإيمان للأمم من غير صراع واحد اسمه كورنيليوس كان بيصارع مع الله وعايز يعرف الحق، إلى أن جاء له بطرس وانفتح باب الإيمان على مصراعيه أمام الأمم. الكتاب المقدس ملآن بهذه الحالات، حالة الصراع والمعاناة التي يعقبها الشمس المشرقة، الشمس المشرقة. دي الفكرة الأولانية. الفكرة الثانية سريعا، الوجه الإلهي، وجه الله. أشرقت له الشمس إذ عبر فنيئيل، وزي ما قلت لكم فنيئيل أو دعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه فنجيت نفسي. فنيئيل يعني وجه الله، اللقاء مع الله، الالتقاء مع الله. ده النقطة اللي نفسي النهاردة ان احنا نتوقف عندها. اذا كان عندك النهاردة صراع في حياتك، من فضلك يعني لو 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 نسيت كل حاجة النهاردة في العظة دي، من فضلك افتكر انه انا النهاردة بدعوك انك تلتقي مع الله، مش انه تقول له يا رب نجيني، لكن في الأول في البداية قل له يا رب أنا عايز لقاء شخصي معك. ربنا هينجي، هينجي، لأن يعقوب بيقول إنه لأني نظرت وجه الله وجها لوجه ونجيت نفسي. لكن الحقيقة أنا نفسي إن احنا نقف شوية، هو ربنا نجى يعقوب من إيه؟ ربنا نجى يعقوب من إيه في هذا اللقاء؟ لما نقرأ النص هنقرأ هنكتشف أن الله نجى يعقوب من حاجتين كبار. أولا، الله في هذا اللقاء نجى يعقوب من يعقوب، زي ما كانت رندا بتقول من شوية، أني ألوذ إليك من جهلي، من شهواتي. أول حاجة وجد يعقوب أنه نجي منها هو أنه نجي من يعقوب. رب سأله ما اسمك؟ فقال له يعقوب. من إصحاحين ثلاثة إسحاق سأل يعقوب قال له من أنت يا ابني؟ فأجابه قال له إيه؟ أنا عيسو بكرك. دلوقتي يعقوب بيقول له أنا يعقوب، أنا مش عيسو، أنا يعقوب المخادع، أنا يعقوب الماكر، أنا يعقوب المراوغ، أنا يعقوب الأناني، أنا يعقوب الحرامي اللي أخذ البركة والبكورية من أخوه، أنا يعقوب. فحصل ايه؟ الرب نجى يعقوب من يعقوب، قال له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب. بل حد عارف يعني ايه اسرائيل؟ معنى كلمة اسرائيل؟ هو الحقيقة لحد امبارح انا كنت فاكر ان هو امير الله، بس لما قعدت قريت اكتر من تفسير لقيت انه اسرائيل بصورة واضحة تعني أن الله يسود، الله يسود، الله يحكم. وكأن الله بيقول ليعقوب، يعقوب من هذه اللحظة أنا غيرت حياتك، أنا أنقذتك من يعقوب الذي كان يسود على حياتك لكي أسود أنا على حياتك. من هذه اللحظة أنا نجيتك من يعقوب الذي كان يطلب مال نفسه، وأنا الذي أبتدئ من الآن أسود، أنا الذي أملك على حياتك، مش أنت الملك، مش أنت المحور، مش أنت نقطة البداية والنهاية في حياتك، أنا يا يعقوب أنا الذي أسود عليك، أنا الذي أحكم على حياتك. الله نجى يعقوب من يعقوب.
مارتن لوثر المصلح الشهير قال هذه العبارة في يوم من الأيام، قال هناك البعض، هناك البعض لا أخافهم في روما، اللي هو يعني البابا وكل الناس اللي موجودين في روما، هناك البعض أو أغلب الموجودين في روما لا أخافهم، إن أكثر من يخيفني، إن أكثر من يخيفني هو شخص ساكن في داخلي اسمه مارتن لوثر. قال إن أكثر من يخيفني هو شخص ساكن في داخلي اسمه مارتن لوثر. النهاردة الحقيقة من غير زعل كل واحد مننا يقدر يقول هذه العبارة، إن أكثر من يخيفني هو شخص ساكن في داخلي اسمه، مش الأسيس يوسف، يوسف سمير كده، هو من غير ألقاب، كل واحد يقدر يقول كده هو النهاردة، أكثر من يخيفني هو شخص ساكن في داخلي، واكتب اسمك، ده أكتر خطر، أكبر خطر عليك هو يعقوب، أكبر خطر عليك هو نفسك، أكبر خطر عليك هو نفسك. السؤال الشهير اللي دايما بنسأله والإجابات عليه متفاوتة وكتيرة وربما أغلبها يكون مش مظبوط، هل الصلاة تغير فكر الله؟ مين موافق إن الصلاة بتغير فكر الله؟ طبعا ما حدش هيقول حاجة النهاردة عشان عرفتوا الإجابة. الصلاة مش بتغير فكر الله، الصلاة بتغيرني أنا، الصلاة بتغير نظرتي أنا للأمر، الصلاة بتغير نظرتي أنا للحاجة اللي بطلبها، الصلاة بتغير نظرتي للعالم، للأشياء، بتعدل في الصلاة، بتعدل في الصلاة، مش ربنا اللي بيتعدل، أنا اللي بتعدل، أنا اللي بتغير، أنا اللي بتشكل. دي دعوة النهاردة ربما هتكلم على حاجة حساسة قوي قوي في حياتنا، ودايما بنحس إن هي الصلاة لأجل المرضى، صلاة لأجل المرضى، دايما داخلين حاسين إنه يا رب أنت لازم تغير فكرك، هو الشخص ده لازم يشفى، يعني لازم يشفى. هل هذا الشخص ينبغي أن يشفى بالصورة اللي أنا عايزها؟ وأنا داخل أصلي أنا أقول له رب أنا عايز أتغير، أنا الشخص ده غالي عليا قوي 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 قوي، لكن يا رب من فضلك غيرني، من فضلك غير نظرتي للأمر، غير نظرتي لفكرة الشفاء، غير نظرتي للإيمان بيك، بحيث أنه أنا هأؤمن بيك لو أنت عملت اللي نفسي فيه، لكن هبطل إيمان بيك لو أنت ما عملتش اللي نفسي فيه. ينبغي أن تتغير هذه الصورة، ينبغي أن تتغير. إيه اللي بيخلي ناس كتير يصدموا في ربنا؟ إن هم بيصلوا علشان شفاء حد معين وهذا الشخص لا يشفى بالطريقة اللي هم منتظرينها، فيصدموا صدمة حياتهم في ربنا ويبتعدوا عن ربنا ويبتعدوا عن الإيمان بربنا، وأكن ربنا هو اللي غلطان، مع إن إحنا دخلنا وحاولنا نفرض رأينا ونفرض طريقة الشفاء على ربنا. ينبغي أن نتغير نحن، ينبغي على يعقوب أن يتغير إلى إسرائيل، مش ربنا هيتغير علشان يتوافق مع أخلاقيات يعقوب، مش ده اللي هيحصل، لكن اللي هيحصل إنه يعقوب لما يدخل إلى محضر الله، إلى الصراع مع الله، يتغير يعقوب إلى إسرائيل. أحبائي، قبل أن ينجي الله يعقوب من عيسو، نجاه أولا، وهذا هو الأهم والأبقى، نجاه من نفسه، نجاه من يعقوب. الحاجة التانية اللي ربنا نجى يعقوب منها، ودي برضو النهاردة رنمنا عليها، الله نجى يعقوب من الخوف. بيقول يعقوب إني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. في حاجة غريبة، لما يعقوب قال هذه العبارة ما كانش لسه التقى مع عيسو، كان لسه الخطر قائم، كان عيسو لسه جاي بربعمية راجل عليه، كان لسه الخطر قائم. أما يعقوب يقول نجيت نفسي في الماضي ليه؟ مع أن لسه ما التقاش بعيسو، لأن هو نجيت نفسي من خطر أكبر من عيسو، وهو خطر الخوف الذي عشت فيه.
نجيت نفسي من الخوف الذي عشت فيه هذه الفترة الكبيرة. النهاردة ربنا دعوته ليك وانت بتسمع هذه الكلمات مش بس ان هو ينجيك من نفسك، لكن ينجيك كمان من مخاوفك، ينجيك من القلق اللي انت عايش فيه، من الهم الزائد اللي انت عايش فيه. لو رحنا لتكوين 33 عندي آية جميلة جدا أول مرة أخد بالي منها إيه معناها. تكوين 33 عدد 10 لما يعقوب واجه عيسو التقى بعيسو. ممكن نطلع إنجي، ممكن نطلع من فضلك تكوين 33 عدد 10. تكوين 33 عدد 10 التقى يعقوب مع عيسو في هذه في هذا الموقف، في هذه الآيات كان لقاء يعقوب مع عيسو. فبيقول فقال يعقوب لا إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني خدوا بالكم لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله. عارفين ربنا بيعمل إيه لما بندخل إلى محضره؟ يجعلنا نرى وجه الله في أحلك المواقف فتنجى نفوسنا. خلى يعقوب يرى وجه الله في مين؟ في عيسو اللي هو يمثل له الخطر، يمثل له التهديد، يمثل له العداء، يمثل له الموت. خلى يعقوب يرى وجه الله في وجه أكبر خطر يواجهه. ده اللي بيعمله ربنا، ودي دعوة ربنا لينا النهاردة، إنه في وسط أكبر هم وأكبر خوف وأكبر ألم وأكبر صراع لك تستطيع أن ترى وجهي فتنجى نفسك من هذا الهم، تنجى نفسك من هذا الخوف، من هذه الأزمة، من هذه المعاناة، من هذا الهم الشديد الذي تعيش فيه. الشمس المشرقة، الوجه الإلهي فنيئيل، وأخيرا يعقوب الأعرج. هو الحقيقة إحنا كلنا نحب نبقى زي يعقوب. الحقيقة في اللقاء لقاء رومانسي وجميل، ويعني في كل يعني كل الحاجات اللي نحبها ما عدا الحتة الأخيرة. يعني إحنا نحب إننا نقابل ربنا وجها لوجه، طبعا نحب نقابل ربنا وجها لوجه، نحب نتغير للأفضل، بدل ما نبقى يعقوب نبقى إسرائيل، يعني ما يضرش، نحب إن إحنا نبقى أحسن في حياتنا المادية وفي حياتنا الروحية، نحب نبقى أفضل، طبعاً نحب ننال البركة، لا أطلقك إن لم تباركني فباركه هناك، حد يعني يكره إنه ينال البركة، نحب كل الحاجات دي ما عدا إننا نخرج من هذا اللقاء ونحن نخمع وإحنا بنعرق، ما نحبش احنا نحب ناخد كل الحاجات دي من غير ما نفقد حاجه، نحب ناخد كل الحاجات دي من غير ما نخسر حاجه، نحب ناخد كل الحاجات دي من غير ما نتالم ولا نعرج. لكن الحقيقه يعني افكار الله ليست افكارنا، طرق الله ليست افكارنا طرقنا. انا عايز اقول لكم يعني النص ده بيحمل صورتين يعني بالنسبة لنا إحنا في منتهى التضاد، في منتهى يعني عكس عكاز زي ما بيقولوا. يعني تخيلوا بيقول إنه ضرب حق فخذه وباركه هناك. يعني كمان يعني ضرب حق فخذه خلاه يعرق بقية حياته وباركه هناك. منطق نحن لا نقبله. إحنا عايزين يعقوب بعد اللقاء مع الله بدل ما كان بيمشي يجري، مش بدل ما كان بيمشي يعرج. مش لطيفة يعني، مش لطيفة بعد ما يلتقي بيك يخرج من اللقاء ده بيعرج. بيعرج جسديا لكنه يعدو روحيا، يقفز روحيا، يطفر روحيا. أصبح بقى هو أبو الأصباط يعقوب اللي ارتبط اسمه باسم يهوه طول الزمن، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بيعرج، خسر حاجة لكن كسب حياته.
هيبقى في داخل كل واحد منا شيء ينبغي أن ينكسر إن كنا نبحث عن بركة الله لنا. بوضوح، هناك شيء ينبغي أن ينكسر فينا إذا كنا نبحث بالفعل عن بركة الله لنا. يعني بطرس محتاج إن هو يعني ياخد كلمتين من الرب يسوع: ابعد عني يا شيطان، ابعد عني يا شيطان لأنك معفرة لي. محتاج إن هو يعقوب ويوحنا محتاجين إن هما ياخدوا كلمة من ربنا، من رب يسوع، لهم: من أي روح أنتما؟ في داخل كل واحد منا شيء ينبغي أن ينكسر إن كنا نريد أن ننصلح من الداخل. صلاح جاهين كتب رباعية جميلة جدا بيقول فيها: يا مشرط الجراح أمانة عليك، وانت في حشاية تبص من حواليك، في نقطة سودة في قلبي بدأت تبان، شلها كمان والفضل يرجع ليك. يا مشرط الجراح، وانت جوايا، وانت في الحشا، وانت بتعملي العملية، في نقطة سودة بانت في قلبي، مش هتروح إلا بمشرط الجراح، مش هتروح إلا بالألم، مش هتروح إلا بالمعاناة، مش هتروح ربما إلا من قعدتي في السرير وأنا رافع عيني نحو. هناك أمر في حياتنا أو أمور في حياتنا ينبغي أن تنكسر لكي نحصل على البركة الإلهية. كبرياء، عدم محبة، مراوغة، شهوة، أيا كان خلينا نبتعد عن فكرة إن إحنا عايزين من يعقوب أو من الله البركة التي بارك بها يعقوب من غير ما نبقى عايزين حق الفخذ الذي ينخلع. الشمس المشرقة، الوجه الإلهي، يعقوب الأعرق، أشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه.